المحافظة أمرت بتحويل قطع أراضي والمعروفة بقطع المساحات الخضراء، وهذا هو وصفها القانوني. قضت المحافظة بتحويلها إلى قطع توزع على القضاة. ناشطون في المحافظة احتجوا على هذا القرار، وعدوه خرقا قانونيا وتجاوزا للصلاحيات، وتجاوزا أيضا أو تعديا على أملاك الدولة والمخططات العمرانية للمدن. الآن نشاهد وثيقة ستبين قرار تحويل المساحات الخضراء لقطع أراض للقضاة في المحافظة. إذن هذه هي الوثيقة والمعنونة بإعلان عن التصميم القطاعي المرقم برقم 515، وفيه إعلان مديرية بلدية الحلة عن التصميم القطاعي، وفيه أيضا خاتم مديرية بلدية الحلة، وفيه يظهر اسم الحقوقي حسين علي جاسم مدير بلدية الحلة.